نزلني يا طارق بقول لك. مفيش نزول تخريج، هنصفي حسابنا الاول بعدين انت بتدخلي ضايع. والله العظيم لو ما نزلتنيش دلوقتي افتح باب العربيه وارمي نفسي. انت سامع؟ بس بقى بس كفايه بقى، مش عايزه صوت حد. تخريج زي الشاطر كده، عايزك تكتب لي تقرير وافي توصف لي فيه حالتك النفسيه اتغيرت ازاي من اول يوم في التجربه لغايه دلوقتي. اسلوبك، تصرفاتك اتغيرت ازاي مع الناس. اكتب لي كل التفاصيل لان التقرير ده هيفيدني في تقييم التجربه ونفضل شغالين بشكل علمي. بكره هكلمك عشان تسلم لي التقرير اللي طلبته منك عن حالتك، وفي المقابل هديك السورس بتاع فيديو قتل صافي المجدي. اظن كده عداني العيب. صباح الخير يا دكتور. عملت ايه في الجلد اللي طلبته منك يا زهلول؟ شغال عليه. بس هو حضرتك شاكك ان حد دخل هنا وسرق حاجه؟ لا انا مش شاكك، انا متاكد. طب والله العظيم ثلاثة وحياة ربنا ما ليها دعوه باي حاجه في الموضوع ده يا دكتور. ليلى اهلا. وحشتنا، قلنا نيجي نشوفك. اتفضل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ايه يا جماعه تشربوا ايه؟ بص يا طارق، احنا مش جايين نضيف، احنا ملاحظين ان من يوم عيد ميلاد فريده في حاجه في حياتك مش مظبوطه. سيبك من ان ده مأثر على اهتمامك بالمشروع والكلام ده، لا 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 لا، احنا يهمنا ان احنا نطمن على طارق صاحبنا مش بس شريكنا في المشروع. انت كنت موعدني يوم الاوتيل تحكي لي ايه اللي بيحصل بالظبط، بس الظاهر كده ما حصلش مناسبه. احكي يا طارق، احنا كده كده مقررين ان احنا هنساعدك باي طريقه عشان مش هينفع نسيبك في الحاله دي، بس لازم نفهم. طيب انا في واحد جالي اول الشهر اسمه توفيق، كان قاعد مكانك، قال لي انه قرر يعمل تجربه. تجربه؟ تجربه ايه؟ تجربه نفسيه في 30 يوم عنوانها ازاي تقتل بني ادم ويفضل عايش. وانا البني ادم ده يا شيخ. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ والله لما يبقى بيت ابوكي تبقي تساليني. انت مش عارفه انك متحوله للتحقيق بعد اللي عملتيه مع سميره؟ لا عارفه، وانا جايه اخد حاجتي ومش جايه الشركه دي تاني وسايبها لكم مخدره. بقول لك ايه يا حبيبتي، اوعي تنسي الهديه اللي جات لك على الصبح هنا. لا واضح ان بقى ليكي معجبين كمان. ريحي نفسك يا حبيبتي، حبيب القلب ما جاش النهارده، بس ما تقلقيش، اكيد كاتب لك عنوان بيته في الكارت اللي عندك، ابقي روحي له البيت بقى. صباح الفل. صباح الفل يا فندم. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ امرني. ممكن توصل دي للاستاذه تغريد؟ من عينيا يا باشا. انت عارف الجو يعني، ها؟ فهمني. تمام. وانا مش هنساك. اتفضل. شكرا يا باشا. ما تخرسي بقى، اخرسي. خلاص يا تغريد، انت مش قايله انك مش قاعده فيها؟ اتفضلي مع السلامه. كل قرف بكده لحضرتك يا استاذ تغريد. الله، ده كمان جايب لها بوكيه ورد، يا حلاوه.
عشنا وشوفنا. ايه ده؟ مين الواد ده؟ يا ديني، طب وانت ازاي شايل الشيله دي لوحدك وما تقولناش يا طارق؟ لا، والالطف من كده انه طالب مني تقرير عن حالتي النفسيه لغايه دلوقتي مقابل حاجه مهمه تخصني. انا بصراحه مش فاهم ازاي عبد الوهاب مش قادر يوصل لغايه دلوقتي. طب بذمتك يا فريد، عندك حل تاني نوصل له بيه بعد اللي حكيته لك؟ بص يا طارق، الواد ده صايع قوي، يا مسنود سنده تقيله. ماشي، طب وهتعمل ايه يا طارق؟ مش عارف. الكلام ده ما يخشش العقل على فكره، محدش هيعمل كل ده علشان تجربه هبله. الواد ده يا مجنون يا بينه وبينك طار. لا، من ناحيه مجنون فهو اكيد مجنون، بس طار بيني وبينه ازاي اذا كان اول مره اشوفه لما جالي هنا العياده اول الشهر؟ متاكد انك ما شفتوش قبل كده خالص، ولا حتى صدفه ولا معرفه على الماشي؟ متاكد يا ليلى، انت لو شفتي الواد ده مره مش هتنسيه تاني. بصراحه انا اشهد له اللي عمله يوم الاوتيل واللي عمله مع مجدي وتوريته لصافي، واد صايع جدا. المهم يا جماعه، انا كان لازم اشرح لكم الاول عشان تعذروني اني مقصر معاكم بخصوص المشروع. اهم حاجه الموضوع ده ما يطلعش بره، الواد ده معاه حاجات تخصني ممكن يضرني بيها او يضر اي حد حواليا. ما تقلقش يا طارق، من الناحيه دي ما تقلقش خالص. طب طمني، انا صافي عامله ايه دلوقتي؟ اتفضلي يا هاني. مين؟ مين؟ ضارب ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا حسن خلاص اتجننت. ايه اللي حصل من ساعه ما سبتك؟ طول الليل وانا شايفه مجدي بيتحرك في الشقه في كل مكان. انا مش عارفه انا استحملت كل ده ازاي من غير ما اعمل حاجه في نفسي عشان اخلص من الجواز ده. طيب اهدي، انا هنزل اجيب حاجه. هتنزل فين؟ ابوس ايدك، ما تسيبنيش لوحدي عشان خاطري يا طارق. وحياتي عندك، ما تسيبنيش. خلاص خلاص، هشوف لو في مهدئ هنا جوه. Rocky Villa, those are gold dust at my feet on Sunset Street.